السلام عليكم، يعطيكم العافية. أول جبيرة رح نعملها باللاب العملي اليوم اللي هي جبيرة الريست إموبيلايزيشن سبلنت، وزي ما عودتكم رح تكون الدورسال. أخذنا اللاب الماضي البولر، شوفوا الريست رح تكون بيربنديكولا على الورقة، لاحظوا كيف هيها هيك تمام. أوكي يا شو اللاند ماركس اللي بدي اخذها؟ نفس البولر، رح تكون الدور البروكسيمال والديستال كريسس، وراح اخذ الريست نفس البولر. اوكي الكريس من هون، وراح اخذ alright انتوا معي تمام، كونكشن افيلبل، خلص تمام. هلا يا جماعه بنفس اسلوب الفولر اللي راح اعمله، اني راح اوصل بين هالخطين وامدها من هون ومن هون. شوفوا كيف، هي اول خطوه تمام. ثاني خطوه راح امد هذا راح انزله بالشكل هذا. اوكي مجرد يا جماعه وصلت عند الويب سبيس راح ابلش اعمل التخصيره، بس ان احنا حكينا هون بالفولر كنا نازلين من هذا الخط، بس بالدورسال ما راح احفر كثير، ما راح احفر كثير. قبل لا اوصل الريست بشوي بطلع فيها. اوكي تمام، هيك واضح. هلا من هون شوفوا شو راح اعمل، بس راح تيجي من هاي الناحيه هيك وراح تنزل هون. اوكي هون بعمل راوند. اوكي اذا هذا الستراب راح يجي فولر سايد. خلينا نشوف الجبيره هاي، هيها هي هيك رح تيجي. شوفوا الحفرة هاي بسيطة كتير، يدوب مبينة alright هيك تمام. وهذا رح يجي جزء من الجبيرة من هون، والجزء الثاني رح يجي من هاي الناحية. هلنا هلا نقصه. طبعا إذا عندكم أسئلة اكتبوا أنا بشوفها. أوكي خلي هلا بعد ما قصها رح احطها ارجعها على ايد زميلتنا هون، على ايد المريض مباشره، ونشوف شو في تعديلات بدي اعملها بناء عليه بقرر. هلا هي رح تيجي جبيره بهذا الشكل، شوفوا زي ما حكينا بالمحاضره اندر ذا ام سي بي هيدز، ورح تيجي بالشكل هذا، وهيها هون عند الريست. نشوف اذا في تعديلات، اتوقع انها شوي عريضه فرح اصغر من عرضها عشان تغطي لي بس هاف سيركمفرنس من هون. لاحظوا هذا رح يجي هيك وهيك. هلا في كثير من الحالات هاي ممكن اطولها، اوكي في كثير من الحالات ممكن اقصر هاي واحط ستراب اللي بدي اياه، بس انا اللي اليوم رح اعمله انه رح اطول هذا الجزء واخليهم يطبقوا على بعض بنفس هذا الشكل زي هاي الجبهه. فاللي بدي اعمله بس رح اطول هذا الجزء شوي على الماده. هلا شوي طولتها انا، مو مشكله. هلا باخذ اللي انا بدي اياه تمام. هلا بنشرب هاي هالشكل هذا، حننزلها بالماي. تمام، هلا اللي عنده اسئله يا جماعه ممكن يسال، او اي تعليق او اي شيء بتعلق في هاي الجبيره. هاي الجبيره يا جماعه زي ما حكينا رح تكون بيس للريست دروب سبلانت. اوكي رح تكون ايد المريض هون بالشكل هذا، شوي هي صغيره على ايدي بعد اذنكم تمام. حكينا بالريست دروب رح تكون الريست
in 20 to 30 degrees of extension. Rotate your phone. Okay. 20 to 30 degrees of extension. تمام. خلينا نلاحظ هلا الجزء هذا. طبعا انا اليوم كنت بدي اغطي لكم هذا الجزء بس قررنا باخر لحظه انه نغير ونعطيكم جبيره ثانيه. طيب فزي ما انتم شايفين رح يجي بموازاه كل اصبع رح يكون في زي قطعه بشكلها زي هيك. طبعا هذا مش احنا مش بصدد هلا نشرح لكم كيف, بس انا فقط بدي افرجيكم اياه انه هاي ممكن تكون كبيس لدايناميك اسبلانت. تمام. وهاي من هون رح اربطها اساس تضلها عامله الفينجرز بي اكستنشن. اوكي وهي هي. خلينا نشوف هلا شو صار في الماده بالمي. لسه شوي بدها. طيب يا جماعه بين ما الجبيرة أو المادة اللي في المي تصير جاهزة للقص, الآن رح أغطي جبيرة تانية اللي هي اسمها البترفلاي أو نسميها Thumb Immobilization Splint. أوكي بهاي الجبيرة فقط بدي هذا الجزء من الإيد. بدي أرسمه هيو. خليها بالنص هيك. اوكي يلا هلا بدنا نرسم فقط هذا الجزء. راح اخذ يا جماعه هاي اللاند مارك اللي هي بتوين الاندكس والميدل فينجر هون هاي النقطه. تمام واضح. اوكي خلص هلا بنشيل الايد. الخطوه اللي بعدها اني راح انزل خط مستقيم. اوبس سوري نسيت اخذ ال ديستال كريز النقطه هاي. خلص اذا رسمت هذا الجزء من الايد اللي هو حوالين الثامب, اخذت هاي النقطه اللي هي البروكسيمال كريس, وراح اخذ كمان النقطه اللي هي بين الاندكس والميدل. راح اوصل من هون خط ومن هون خط, نقطه التقائهم هدول التنتين هيها. اوكي راح ابلش هلا اخذ لكم جزء من الجبيره اللي هي هاي اللي هي هون. شوفي عشان بس تكونوا بالصوره, الجبيره اسمها شورت ثامب اموبلايزيشن سبلنت. لاحظوا كيف شكلها. طبعا هي مش معمولة لهذا المريض, فاحنا بدنا بس بشكل بسيط ومبسط اشرح لكم. اول هدف من هاي الجبيرة انه الاي بي اوف ذا ثامب يكون فري. ثاني شيء انه الفينجرز هدول كمان يكونوا فري, بس هي شوي ضيقه من هون لانها مش إلها. اوكي ثالث شغله كمان في عندي الريست يكون كمان حركته فري. اذا الاي بي ثامب اي بي فري, الام سي بيز كلهم فري, والريست كمان فري. اول جزء من الجبيره اللي راح ارسمه اللي هي النقطه هاي من هون لهون, هذا الجزء اللي هو يعني باعتبار مغطي لي الويب سبيس. هذا الجزء يا جماعه باخده باول شيء اني باخذ قياس المنطقة اللي هي من عند الـ IP لعند الـ proximal crease, وهو عامل المريض palmar abduction. رح آخذ هذا القياس هيك منيح. إذا رح آخذ هذا القياس اللي هو من عند الـ IP لعند الـ crease. شوفوا وين, بس معلش سوري كتير يعني عم بحدد. هي هنا الـ crease وهي هنا الـ الاي بي, فهي طلعت تقريبا 5 سنتي. اوكي هاي المسافه راح تكون 5 سنتي اللي هي من هون لحد هون. هذا بدي اسميه ايش؟ الويب سبيس. الان راح اخذ قياس ثاني اللي هو الثمب بوست جاست اندر ذا اي بي, كمان باخذ محيط هالثمب هذا. وشوفوا قديش طلع معي, طلع تقريبا 6.5. لاحظوا كيف طلع 6.5. الستة ونص يا جماعة هاي رح أنصفها. أوكي رح أنصفها فرح تطلع تقريبا 3.25 من هون وثلاثة وربع من هون. هاي 3.25 هيك, وهون 3.25 رح توصل لحديد هون لهون. شفتوا شو صار؟ إذا محيط الثمب كان 6.5 قسمته 3.25 3.25 هون
قسمته نص هون نص هون. الآن شو رح أعمل؟ رح أعمل زي الصحن، بس هذا الصحن مش كتير مقعر، بس هيك يعني بشكل بسيط. لذلك أنا حطيت النقاط هيك بشكل طولي أساس أقدر أرسم هاي التقاعر اللي هو هون. أوكي. هذا شو رح أسميه؟ هذا الثمب بوست، اللي هو محيط الثمب. هذا شو رح أسميه؟ الويب سبيس أو الويب بار، اللي هو المسافة من عند الاي بي، الثمب اي بي، لعند البروكسيمال كريس. الآن رح أخذ قياس تاني اللي هو اسمه الأوبوننس بار، وهو المريض عامل بالمر أبدكشن، رح يكون هو المسافة من هون من عند الاي بي يا جماعة لعند هاي النقطة. هي ما بدي جبيرة تضرب بالرست، فرح أبعدها عن الرست، صح؟ هاي نهايتها من هون لهون تقريبا طلعت 6. هذا شو اسمه؟ opponents bar 6، ورح أخده في زاوية تقريبا رح تكون حادة، يعني هاي من هون لهون. شوفوا كيف هيك، هيك رح تكون قائمة شوي. أنا رح أدخلها لجوا 6، حديت هون. شوي بدي أدخلها كمان شوي لجوا، لأنه الزاوية لازم تكون حادة. حكيت لكم بدنا نعتمد هذا الخط الجوة. أوكي. الآن شو اللي رح أعمله؟ رح أمد هذا الخط هيك بالشكل هذا، ورح أبلش أرسم من هون لحديت هون هذا الشكل اللي هو هيك زي جناح البترفلاي. لذلك هاي الجبيرة اسمها بترفلاي. هاي بدي أحاول كمان إنها تكون قائمة الزاوية. أوكي. إذن هاي زاوية حادة أقل من 90، هاي زاوية قائمة، بطلع في الجناح هذا هيك وبلفه هيك. أوكي. القص يا جماعة رح يكون من هون لهون لهون لهون، بس لازم أعمل الميرور. هاي لازم أعمل الميرور، تمام؟ وبعدها رح أقص هذا الجزء هيك 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 هيك، بوقف هون، هذا بفتحه وبعدين بقصه. هاي أنا أخذتها بالأول قائمة. طيب يا جماعة بس هون تصحيح بسيط، هاي الزاوية منفرجة يعني أكثر من 90، بديها تطلع شوي لبرا. إذن أنا بس خليني أعدل هذا الشيء بسرعة. أوكي. أوكي. إذن أنا رح أعتمد هذا الخط. هلأ منعيدها ما تهكلوها. أوكي. إذا فتحتها، بعدين لما أفتحها رح أقص هذا الجزء. إذا هاي الجبيرة كيف رح تيجي؟ رح تيجي هيك، وهدول زي الميرور رح يطبقوا على بعض، أو رح نلزقهم على بعض يكونوا زي الميرور. أوكي. طبعا هلأ صعب أني أحطها لأنه هذا ورق، تمام؟ هلأ على المادة إن شاء الله منطبقها وتشوفوا. هاي هذا هو الباترن، عبارة عن ميرور اسمها البترفلاي. نعيد كمان مرة شو هاي الجبيرة كيف بتنعمل. الإعادة للي ما ركز أو بده معلومات زيادة، أنا اللي أخذته هو الكريس، هذا الكريس والنقطة اللي هي هاي هون. نزلت خط من هون ومن هون، بلشنا نحسب القياس اللي هي من هاي النقطة، نقطة التقاء هذا الخط مع هذا الخط. رح أطلع فيها لبرا من عند جهة الثمب بكم المقدار؟ رح يكون المسافة اللي هي رح تكون من عند الكريس لعند هذا، من عند الكريس لعند الاي بي، هاي المسافة. وأنا عامل بالمر أبدكشن بدي أقيسها، اللي هي طلعت عندي تقريبا 5.5. بطلع فيها لبرا، بسميها إيش هاي؟ الويب سبيس أو الويب بار 5.5. بوقف هون، صح؟ هلأ شو بدي أعمل؟ بدي أخذ محيط الثمب. محيط الثمب كان عندي 7، رح أقسم من هون 3.5 ومن هون 3.5.
هاي 3.5 وهي 3.5 هون لهون. لاحظوا كيف هون لهون، وانا حطيت خطوط عريضة ليش؟ عشان بدي اعمل صحن. ديروا بالكم يا جماعة تفوتوا هذا الصحن لجوا، لانه هيك رح ياخد من هاي المساحة، صح؟ اذا من هون لهون رح اعمل هذا الخط. الان رح اطلع بزاوية منفرجة من هاي النقطة اللي هي من هون لحديت هون، الأوبوننس بار قبل الريست، بتحسبيها انت بنص الثينر او شوي نازلة لتحت، وانا عامل بالمر ابدكشن بقيسها اللي هي طلعت عندي 5 تقريبا او لا 6، طلعت عندي 6. فشو رح اعمل؟ بزاوية منفرجة رح اطلع فيها 6 سنتي لبرا، بوقف هون. شو بعمل بعديها؟ بمد هذا الخط، وهون شو بعمل؟ زاوية قائمة. شو بعمل بهذا الشكل؟ طبعا هذا ما يطلع كتير لبرا حدود الإيد، بدناش إياها كبيرة. إذا إحنا رح نعتمد هذا الخط، ما بدي هذا الخط اللي برا. واضح يا جماعة؟ إذا لسه في عندكم أسئلة اكتبوا لنا. لو ترسمي بالخط الأحمر اللي بدك تقصي سمية. هلا الخط يا جماعة، أول إشي لازم أطويها، لازم أطويها من هون ميرور. وشو رح أقص؟ رح أقص هذا الخط كله 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 رح ينقص ميرور. بوقف هون، ما رح أقص هذا، بفتحه، بفتح الورقة بعدين بقصها. أوكي، فهي يا جماعة اسمها شورت شورت ثم immobilization splint. short thumb immobilization splint اسمها الآخر butterfly. وهي هو الباترن هذا تاعها، عشان نطبقه شوف كيف. بدي أعمل palmar abduction بالإيد، لاحظوا كيف. وهاي رح تيجي هون تلزق هاي بشكل ميرور من هون لهون، وهذا رح يجي هيك وهيك. هلا منطبقها على إيد المريض وبنشوف كيف رح تيجي. اوكي، هذا يا جماعه الثيكنس 1.6 2 2 سوري، هذا الثيكنس 2 ملليمتر. لأنه perforated صعب الرسم عليه. اوكي، يلا هلا رح نقصها. هلا احنا جاهزين نعمل فابريكيشن. سوري هلا ولا اشي، غطس اسبان بس وقع. طيب مسرين بدها تسلم عليكم، عرفنا اكيد الواقعة. اكيد الواقعة. طيب هلا خلينا نعملها احنا هاي 20-30 degrees ريست اكستنشن. طبعا بدي احط المريض في هذا البوزيشن، بس بدايتها شوفوا كيف. هلا away from the MCP head، هدول الرست بدها تكون 20-30 degrees extension، وهذه رح تيجي هيك شوي طويلة خالص. alright لاحظين كيف لزقتهم فوق بعض هدول تنتين. في اوبشن عندك انك تحط ستراب. اوكي شوي بس رفعتها away from the MCP heads. هاي بس لنتأكد انها مغطي half circumference وتكون straight away from the skin. ما بدي انا اضغطها
شايفين يا جماعة؟ هاي اوكي. هلا هيك نيوترال، خلينا نعدل شوي البوزيشن 20 to 30 degrees of extension. متأكد انه هي بتقدر تعمل full range of movement بالضبط. اوكي بتخليها تنشف تمام. اوكي خليه بس ناخدها شوي وشوف اذا نشفت. لازم كمان نتأكد انها تكون توقف يعني شوي. هي في ثقل، في ثقل هون تمام. هيها الدورسال ريست موبيلايزيشن سبلنت. خلينا هلا نشوف نشوف هاي لسه بدها شوية وقت الغطاء. بس أنا مش قادر أشوف إذا فيهم عندهم أسئلة. ممكن هون جماعة بس اكتبولنا إذا كل شيء تمام. غريب إنه أنا مو شايفة أسئلتهم أو كتاباتهم. في 14 أيوة أوكي أوكي واتشينج أوكي إشراخ ماشي ثانك يو. بيعمل إنه واضح التصوير أو لا؟ كله تمام إيمان شكرا. نسكره بس عشان في عندكم أسئلة بتتعلق في الجبيرة اللي هلا عملناها. إحنا لحد هلا عملنا الريست الدورسال ريست إموبيلايزيشن سبلنت، وعملنا الشورت بترفلاي أو الشورت ثمب إموبيلايزيشن سبلنت. بيضل علينا يا جماعة نعمل اللونج ثمب إموبيلايزيشن سبلنت أوكي، وهي رح تكون آخر جبيرة أوكي. إشراق ثانك يو. هاي صح 2.3 اوكي. ضل علينا نعمل الجبيره اللي هي رح تثبت الثمب لكنها لونج. طبعا بالمحاضره رح اشرح لكم مين المرضى اللي بنعطيهم اللونج مين بنعطيهم الشورت اوكي. عشان هاي الجبيره تزبط لازم احط الايد على طرف الورقه من هون تمام، لانه بدي هاي المسافه اللي هي راح اضطر استخدمها اللي بحكي لكم ليش. خلص تمام اوكي يلا. اللي راح المسافه اللي راح اخذها هي هاي هون هيك اوكي. بس راح اخذ الريست وراح اخذ الكريسس هدول وبس. هلا راح اوصل بين هاي الخطين وراح اطلع فيه شوي لبرا. شايفين هاي المسافه يا جماعه اللي هي من هون لحديت هون، هاي المسافه اللي هي من هون لحديت هون هاي راح اسميها A اللي هي تقريبا طولها 10 سنتي. شايفين from 0 to 10 هي 10 سنتي، هاي اسمها A. لازم A equals B، يعني بدي اطلع كمان 10 سنتي من هون لبرا بنفس موازاة هذا الخط رح يطلع لبرا. اذا A 10 سنتي كمان B 10 سنتي اتفقنا. هلا هاي رح تنزل هيك ولا رح تفرق معنا اشي، نفس الكوكب يا جماعة. وهون رح نعملها راوند نفس الكوكب طلعنا فيه عشان تغطي هاف سيركمفرنس من هون. هاي رح ابلش اعمل فيها هذا الجزء هيك الستراب مجرد هيها. هاي بتساوي هاي، اذا ما بتساويها يا بكبر هاي بصغر هاي حسب. نشوف يمكن اصغر هاي احسن اوكي. اذا وصلت بين الكريس الديستال بروكسيمال وصلت بيناتهم طلعت لبرا. هاي المسافه من هون لحديت هون هاي اسمها A وكانت 10 سنتيمترز، راح تكون بتساوي هاي اللي هي B. A و B، A بتساوي B. عملت الستراب من هون محددته 1 سنتيمتر تقريبا عرضه، مجرد ما وصلت عند حفة الثمب رح أبلش أفتح
وامشي بموازات الايد. لاحظوا كيف؟ وبعدين بنزل فيها. هلا رح اقصه. عيدها يلا. اليوم مخرجنا هي مصري. هي المخرج اليوم. هلا هاي الجبيرة بدها تثبت الثم ب بالمر ابدكشن. لاحظوا كيف رح احطها. حطها بالشكل هذا. رح تنزل هون، رح تعمل لي دعم هون، لكن هذا رح يلف هيك والزقه هون بالجبيرة هاي، هيك بمادة الجبيرة هون. ورح يكون الاي بي فري. لاحظوا كيف؟ اذا هاي الجبيره غطت لي من هون من عند الكريس ولفت على ايد المريض لحد هون بالشكل هذا. وهون رح تغطي لي هاف سيركمفرنس 2/3 اوف ذا فور ارم. شوف متاكد بدهم تعديلات؟ تمام. مش حدا يعمل لي اياها هيك، يلفها من هون يقعد يلفها هيك. ديروا بالكم هاي مش ريست اموبلا، هاي ثمب اموبلايزيشن. شوفوا كيف، خلص تذكروا المريض عامل هيك. هيو جبتها هيك وها من هون من ورا عم بلفها، عشان هيك انا عملت هذا عريض من هون، عم بلفها من هون هيك. واضح؟ هيها هيك هيك لهيك. دان؟ اوكي. بنلعب هاي ولا بهاي؟ خلينا هون نكمل. طيب كلكم بالله قدموا التحيرة دكتورة دعاء، سوري دكتورة ماجد، شكرا. هي الموديل يعني، عن جد كل الشكر لك دكتورة لوقتك. أكيد طبعا أكيد. الله يسعدك يا رب، والله يعدي هالأزمة على خير يا رب. أيوة. سلمى كل الجروب صاروا بال، كل الدفعة صارت بالجروب؟ هل في ناس ما دخلتيهم لسه؟ بس لا، مهم انه الكل يعرف عن هاي الجروب، لانه هي صراحه وسيله التواصل معاكم خلال هالاسبوعين على الاقل. اوكي هيها. طيب عادي عادي، هلا بشوفهم لانه انا خلصت. ممكن هلا اشوف كيف تقصي. هي ادهيسف هاي المادة؟ ست شهور كلاسيك. كل ما كانت بلاستيكي احسن. القصة اللي عندك لازم
اوكي يلا يا جماعه بدنا نعمل فابريكيشن هلا للشورت او البتر فلاي سبلنت. هلا المريض مفروض عامل لي هيك هيك. اوكي اذا اول خطوه اني هدول الجهه النقطتين راح اجيبهم مع بعض زي كانهم ميرور. لاحظي كيف شوفوا كيف لزقتهم ببعض ميرور. وهاي جبناها هيك تحت وهاي هيك. سهلة سهلة كتير. اوكي لاحظوا انه هذا جبته في مسافة انه ما يغطي لي ما يأثر لي على الكريس على الـ MCP flexion. وهذا فري والريست كمان فري. لاحظوا مش مأثر ولا على اي حركة. وهدول هذا ملزق في هذا. طبعا هاي زي ما انتم شايفينها شوي عريضة. اللي ممكن اعمله اني ممكن اثنيها هيك انزلها بالمي واثنيها ارجعها او اني اقصها على الهيت جام. بعدين على الهيت جام تتعدل تتزبط. اهم شيء يا جماعة هون ما يطلع ببل فقاعات. بدي اعملها مولدينج فابريكيشن على الايد بحيث تاخد كونتور الهاند. اوكي هلا في هون رح يجي في عندنا ستراب من هون لهون. اوكي هلا في عندك خيار انه ممكن انت تقصها هاي الزياده هيك. اوكي بحيث انه ما تضايق كثير من هون. خلاص رح اقص هاي المسافه من هون لهون ويجي ستراب يمسك من هون لهون. شايفين يا جماعه هاي كيف بموازاة بعض. فهي هاي جاي قصيره وهي اجت طويله لانه بحكم اني انا عامل بالمر ابدكشن. فراح اقصها من هون بهذا الشكل ونجيب ستراب من هون لهون لحتى يمسك الجبيره في محلها. اي تعديلات بدي اعملها بشيلها من ايد المريض وبسويها. اوكي هاي بعملها راوند بقصها بنزلها بالمي احسن تطرى اكثر فنقص الحفاف الزايده فيها. اوكي هاي هي جبيرة اسمها ايش الثمب موبيلايزيشن سبلنت الشورت. شوف اذا بقدر اعمل كمان مرة فابريكيشن على ما هذيك تروح. مطولة هاي. في اسئلة؟ كلهم مشكلات فيها مشكلة. وين؟ من جنب مفتوحة بتضل؟ مفتوحة عشان يركب عليها ستراب. بقدر اسكرها من جنب ما استعمل ستراب؟ لا 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 ما عمرنا صراحة شفناها هاي مسكرة هيك على بعضها. لا يعني غلط اصلا كيف بدها تركب على ايد المريض؟ كيف بده يلبسها؟ ستراب طبعا ضروري. كمان مرة نعيد تشكيلها عشان اللي ما بيعرف هيك. هاي المرة لاحظوا المريض عامل لي بالمر ابدكشن هيك وانا راح اتاكد اني جبتها تحت الكريس من هون وهذا الاي بي يكون فري. لاحظي كيف لفيتها على الفينجر وميرور. من هون هيك من هون هيك. هاي مدام يا اخي اسمعي هاي اصلا هيك رح تكون. اوكي هون بس تخلصتي من الزيادة فقط. كيف؟ بحكي لهم انت بس تخلصتي من الزيادة فقط. وهاي كمان ممكن كمان اصغرها بلاش تضلها طالعة. وعلى الهيت جن اتاكد انه الزوايا هاي صارت ناعمة ما تعمل لي اشي. شوفوا كيف حركة الـ IP thumb IP free الـ MCPs حركة الـ MCPs أيوة والريست. أوكي هلا رح يجي الستراب هون. طافي هو ولا شغال؟ شغال
شكرا طيب مين عنده أسئلة؟ هل ممكن تجاوبوا على هاي الأسئلة؟ تعرفي بالتكنولوجيا هاي انت؟ مين يحكي لنا قد ايه صار لنا شابكين لايف الوقت يعني، بس حابه اعرف قد ايه مرق من الوقت. يعني ما شاء الله في وقت كثير، يعني يمكن نص ساعه. طب احنا بس نستنى باللونج سامبل موبيلايزيشن 36 دقيقة. احكي لك اللي بعد عندي. يعني على فكرة ممكن ممكن أكمل الداني وبتصير الأسبوع الداني من كان عشان نكمل الداني ما ممكن مشكلة في هاي المادة مستنى فيها في سؤال يعني في وقت السؤال ما بيكون أسهل للريست دروب لو بيكون بالعكس يعني الجبيرة تغطي من تحت مو من فوق عشان يدعم الإكستنشن. إيمان هلأ هذا سؤالك مزبوط، يعني هو بتكون نحن حكينا أكتر جبيرة ثابتة هي الفولر ديزاين، يعني بتكون it does not migrate from the hand, it gives more comfortability, but sometimes you need the extension, you need this dorsal splint حتى لحتى تكون base لدعم extent. طيب كيف انت بدك تحطي هالبارت هدول على الجبيرة هاي اللي هي هاي وهي فولر؟ ما رح يزبط، لازم يكون في عندك دورسال ديزاين حتى يمسك هاي البارتس اللي هي بدها تدعم الفينجرز وترفع الفينجرز انتو اكستنشن. برضو بدون مقاطعة دكتور اسمعي، احيانا بيكون في سكار في اصابات على الفولر سايد بمنعنا، بيكون كونترا انديكيشن ان نعملها على الفولر سايد فبنضطر نعملها على دورزري. بالضبط. يعني اوقات كتير انا مضطر اعمل دورسال لانه الفولر سايد في انسجن سايد في سيرجري في انفكشن يعني تقرر انت على المريض ساعتها. بالضبط. طيب هلا احنا مستنى في الماده هاي اتوقع صارت خلص لسه شوي لسه تحت هون شوي هلا انا بجيها وانت بجيها عشان نستغل الوقت عشان بسرعه نقص عشان بس نخلص يا جماعه جزئيه الدايناميك سبلانتس بدي افرجيكم اذر سبلانتس ذات وي ميك for certain conditions. كمان خلينا بس أفرجيكم إياهم بشكل سريع. another kind of a splint for wrist drop اللي هي هاي الجبيرة. okay. شوفوا شو مبدأها. مبدأها إنه في عندك قطعة موجودة على the forearm وفي عندك two springs ماسكين هالhand ب extension وفي عندك قطعة تانية شوفوا وين موجودة على the palm. okay. فقطعة قطعتين وفي عندك هون أربع دوائر تنتين. 4 6 8 8 دوائر صغار. اوكي وفي عندك كمان اللي هو هذا السبرينج اللي راح افرجيكم كيف شكله.
هي واحد وهي اثنين، بدك تتاكد انه كمان هدول لانهم جهتين، واحد لليمين واحد للشمال، واحد زي هيك واحد زي هيك. شوفوا كيف، كيف بدي اعرف اللي جهة اليمين هي اللي طالع منها هذا اقرب، اقرب لهون، وجهة الشمال اللي طالع من هون هو اقرب لهي الجهة، فهدول هيك بركبوا على الجبيرة. اوكي هيك بتطلع بقى. فهي رح تكون اقرب، شوفوا هذا السبرينج رح يكون اقرب لمادة الجبيرة هون، هاي منطقي، شوفوا كيف هي هون، هاي اقرب لهون وهاي ابعد لبرا الجزء هذا اللي طالع. تمام، هلا شو انت رح تجيب؟ رح تجيب الكتر رنا كيالي 6 أو 8 8 دوائر، 8 دوائر، 2 4 6 8، رح تقصها هون شوي اعلى من هون، وبعدين رح تعملها بندنج بالزرادية. هلا يعني رح كمان شوي رح ننزل هاي في المي، فرجيكم كيف كيف شكل السبرينج رح يكون. خلينا ننزلهم بالمي ونرسم لكم الباترن تاع هاي. خلينا اقص هيك، بس احكي لهم على الدوائر انه هي بس للتثبيت، الدوائر للتثبيت بس فقط. نعمل الراوند ايدجز. بس شوي ننزلها بالماء بعدين نعملها فابريكيشن. البوزيشن يا جماعة هو بالمر ابدكشن، والريست حسب البروبلم اللي هو بيعاني منها المريض، رح تاخده بالتفصيل بالمحاضرة، بس هو موستلي هلأ رح نعمله 20-30 degrees extension بالريست. شوفوا كيف هذا الجزء رح يكون نازل بالشكل هذا، هذا رح نتأكد انه عامل straight هون، وهذا الثم شوفوا كيف. اول شيء اني بعمل كلير للاي بي، ثاني شغله بمسك الماده هاي وبلفها بالشكل هذا، هذا كثير طويل طلع معي، عادي تخلص من هاي الزايده وبقصه هيك بالشكل هذا. شوفوا اذا رح اتاكد انه هون ماشي مؤثر كثير على او في عندي مسافه. هاي شوفوا اذا الويب سبيس هيو انكلودد، مش مأثر على حركة الـ MCP، عامل لي بلوك فقط للثم CMC. لاحظوا كيف؟ إذن Long Thumb Immobilization Splint. شوفوا كيف؟ وين رح تيجي الستراب؟ الستراب الأول رح يجي من هون، الستراب الثاني على الريست، والثالث قبل نهاية الجبيرة. خلي شوي ينشف. هاي فري، هذا فري، اوكي، وهون مش مؤثر كمان على حركة هاي الكريس. تمام، فقط عاملي مثبت لي البرايمري جوك اللي هو الثم سي ام سي. طيب يا جماعة خليني اعمل بس ريكاب سريع. لاب اليوم غطينا الدورسال ريست اموبيلايزيشن سبلنت اللي هي بالشكل هاي، واللي هي تعتبر
جبيرة كبيس لدينامكس بلانت. نسيت أحكي لكم شغلة بس اللي هي هون تتعلق بالستايلود بروسس، عشان بس ما يعمل بريشر اريا ممكن أنا وأنا بعمل فابريكيشن بس أحط إصبعي من جوا أعمل فيها زي بوش لبرا أبعدها عن العظمة عشان ما تعمل بريشر اريا. أوكي إذا في عندي طبعا هون زي ما تشايفين شوي عريضة، أنا كنت متذكرة أني أقص الباترن ونسيت بعدين، بس شوي من هون بدها شوي تصغير عشان تعطيني بس هاف سيركمفرنس. مزبوط. جبيرة الثانية اللي عملناها اللي هي هاي البتر فلاي، وزي ما انتم شايفين هاي الباترن تاعها. اوكي وعملنا كمان اللونج ثمب اموبيلايزيشن سبلنت، هدفها بس انها كمان تثبت الثمب بالبوزيشن. شو الفرق بين هاي وهاي؟ بعض الامراض بدنا نضطر نستخدم هاي، بعض الامراض رح نضطر نستخدم هاي. ان شاء الله في محاضره يوم الاربعاء رح اغطي لكم هذا الجانب النظري لهدول الجبائر. هلا هاي باللي هيك جنب كيف بنثبتها بالهيد؟ هاي طبعا اذا هي طالعه من هون بتتثبت بالهيد جن اساس ما تضلها تطلع. اذا في حدا عنده اسئله خبروني. هاي لبعدين جبيرة هاي يا جماعة اللي هي تكملة الدايناميك، إن شاء الله بعطيكم إياها بوقت ثاني. شوي طولنا عليكم تمام، خلينا نركز اليوم فقط على الثمب إموبلايزيشن سبلنس اللي أخذناهم وهاي الدورسل كمان. أوكي فهدول فعليا هم جبائرنا للأسبوع هذا. إن شاء الله الأسبوع الجاي رح ننزلكم الباترن بشكل فيديو. تطبيق العملي سهل جدا، بصير وقتها وقت ما نرجع نداوم ان شاء الله بنطبقها ان شاء الله. بس اليوم استغلنا وجودنا هون بالكليه، وشكر كبير لمس ريم ودكتوره مجد اللي ساعدونا. الله يعطيك العافيه. يلا السلام عليكم.